سيدي ما في مشكله، احنا مشان المعبر ما عندنا مشكله، تسكير المعبر اجراءات مشان طبيه مشان كره ما عندنا مشكله، بس احنا فجاه احنا امبارح المسد خبرنا انه المعبر تسكر، احنا ارزاقنا تحت واهلنا تحت، هذا طالع انا سياره لهنيك او ارزاقي وين بدي اروح حالي؟ تحت الشمس وملكوعين، احنا اشغالنا اللكع واشغالنا، واللكع انا وعيالي بعفرين وانا هون، طيب ايش الاجراءات هي اللي ما بيسكروا الطريق علينا ما بيخلونا ندخل ولا نطلع مشان ايش يعني؟ هلا نازل انا اساس اني رايح اجيب البنت بس فجاه رجعوني من المعبر من غزويه لهوني، طب على اي اساس انا ارجع مشوي؟ وزلمه كبير في السن هذا